كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. أول حاجة الحمد لله على التتويج هذا. بصراحة البطولة السنة ما كانتش سهلة بصراحة، يعني وانت قد شفت بقينا حتى لآخر دورة. كنبغي نشكر الجماهير ديالنا اللي تاقوا فينا واللي بقوا مساندينا حتى لآخر دورة. كنتمنى كذلك حظ موفق لفريق اتحاد طنجة، والحمد لله يعني المباراة اليوم صراحة كانت مستوى، كانت واحد الروح رياضية كبيرة ما بين الجماهير. الحمد لله الحمد لله وشكرا. 15 عام الفرقة ما داتش لقب ديال البطولة، الحمد لله هاد اللاعبين يعني شنو نقول لك، يعني كنقول لك عندهم الزهر بزاف باش تجي 15 عام الفرقة ما تشوش بالبطولة وتجي وتشديها. ولا ماجوريتي ديال اللاعبين يعني كنا سبقنا ودينا كاس العرش اللي كان غاب على الخزينة ديال الفريق بزاف ديال الوقت. الحمد لله شكرا للجمهور، الجمهور ما نقدرش نقول يعني الجمهور فوق راسنا، يعني باش كتشوفوا خارجين في الكار كتشوف الجمهور طنجة بحال لاعب في الرباط، ما علينا الا نقول لهم شكرا، راكم تستحقوا هذا الشيء اللي فيه ومتستحقوا بزاف. الحمد لله الفرقه رجعت للبلاصه، الزعيم عاد بنقولها ونقول الزعيم عاد. الحمد لله هذه البلاصه اللي كيستحق فريق جيش ملكي، بلاصه الالقاب، يعني بقينا ولا مشينا ولا اللي غيجي خاصو يعرف بلي فريق جيش ملكي فريق ديال الالقاب، والحمد لله على التتويج. كابيتانو كيما بقينا مامنين، بقينا مامنين بالحدود، ما يمكنش يعني التمارين ديال العام كامل تمشي لك بان منتوره. الحمد لله كنبغي نشكر اللاعبين، يعني لاعبين يعني لاعبين كبار كيف ما كتشوف لا سيزون كامله قدمنا قدمنا كره جميله وبطوله شريفه يعني ديناها درعنا الحمد لله تخاتنا عليها جوسكوبو وهم كلشي كيشوف الحمد لله. وشكرا لجميع اللاعبين، شكرا للاداره، شكرا للمدربين اللي تعاقبوا. كنبغي نسيت بزاف سعاد السراج، خالد العسكري، فرناندو، هشام، يعني اللي كانوا معنا كانوا قدموا لنا بزاف ديال لو سوتيان، وتا باش مشاو يعني كيقدموا لنا سوتيان كانوا بحال خوتنا، يعني الفضل كيرجع لهم حتى هما. وشكرا للطاقم اللي زاد كمل الخدمه والحمد لله على التتويج.